حياكم الله مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في برنامج المؤشر نتابع معكم ختام تداولاتنا على هذه الجلسه ذات السيوله العاليه يعني واللي مشابهه ومقاربه ايضا لسيوله الايام الماضيه وصلنا الان الى 67 مليون سيوله بيعيه ضغوطات بيعيه على مؤشرات السوق وكذلك ايضا تقود هذه المؤشرات الشركات القياديه السوق الاول بمكوناته تراجعات تشمل مؤشرات السوق ولون احمر على جميع المؤشرات ونتابع التفاصيل في اللحظات الأخيرة ربما يتغير وضع إلى تباين بين مؤشرات السوق مع الرئيسي وكذلك أيضا مؤشر السوق العام نتابع معكم التفاصيل إن شاء الله مع زميل عايد من استديوهاتنا في بورصة الكويت حيث السوق هناك وحياك الله يا أبو عبد الله مساء الخير رائد مساء الخير مشاهدينا الكرام واهلا وسهلا بكم فعلا رائد هي جلسه سلبيه للغايه في تراجعات حاده لمعظم الشركات القياديه بقياده بيتك وبعض الشركات والوطني والخليج ومعظم الشركات القياديه بعد ان كانت على ارتفاع بدايه الجلسه حتى منتصف الجلسه تغير الحال وبد عمليات البيع الكبيره جدا على معظم الشركات القياديه مما ادى الى ارتفاع السيوله وكذلك ارتفاع الكميات المتداوله فيما عاكست اكثر من شركه عاكسه الواقع وعاكسه تداولات اللون الاخضر وهي المتكامله وكذلك الميزان وبعض الشركات الاخرى والغانم الذي يسجل مستويات قياسيه جديده لم يسجلها منذ الادراج، خلينا نشوف معاكم مشاهدينا الكرام قبل الاقفال ومن ثم بعد اقفال المزاد ان شاء الله حاليا قبل الاقفال نشوف الوضع العام اللي راح تقول اليه هذه الجلسه، الجلسه اللي ذكرتها انا قبل شوي هي سلبيه حمراء لجميع المؤشرات دون استثناء، سيوله عاليه حاليا 69 مليون و163 ولكن سيوله بيع وليست سيوله شراء. سولة بيع في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام واللي قاعد أشوفه أنا فعلا الضغوط البيعية الضغوط البيعية حاضرة والضغوط البيعية كبيرة جدا مشاهدينا الكرام على كثير من الشركات في هذه اللحظات يعني شوف بيتك حاليا تعرض ضغط بيع واضح ضغط بيع واضح لبيتك مشاهدينا الكرام في اللحظات الأخيرة من عمر هذه الجلسة كذلك ألاحظ مشاهدينا بعض الضغوط البيعية تأتي يعني على الصناعات الوطنية بعد أن كانت في المنطقة الخضراء والله ضغوط بيعية كبيرة جدا مشاهدينا الكرام، والله الامور قاعد اشوفها تنزلق الى مستويات سعريه كبيره جدا، حاليا 63 نقطه لمؤشر السوق الاول و34 نقطه لمؤشر السوق الرئيسي والضغط البيعي واضح، والضغط البيعي واضح مشاهدينا الكرام، و 69 مليون ونص ولم يتبقى الا دقيقه وشوي على الاقفال، الوطني 16 فلس تراجعا، الخليج باربعه فلوس تراجعا، الدولي ثلاث فلوس تراجعا، برقان بصعود، هو الوحيد بصعود برقان، بيتك سبعه فلوس في هذه اللحظات، بنج بوبيان بفلس. عدل كان متراجع اكثر وحاليا نذهب للاستقرار بوبيان الكويتيه تتراجع فلسين في الاستثمارات الوطنيه بفلس صعودا المشاريع على تراجع فلس ونلاحظ ارزان واعيان على استقرار مع بدايه نهايه هذه الجلسه كذلك الامتياز في المنطقه الخضراء بسته اعشار الفلس ونلاحظ عقارات الكويت المستقره المباني بتراجع فلسين في, في هذه اللحظات التجاريه والصناعات الوطنيه تستقران بعد ان كانت الصناعات الوطنيه في المنطقه الخضراء لاحظ الشراء مشاهدينا الكرام على بنك بوبيان في هذه اللحظات بنك بوبيان في شراء في هذه اللحظات الصناعات الوطنيه حاليا تتحول الى المنطقه الخضراء تتغير الامور مشاهدينا الكرام في بعض الشركات الكيبلات بيتك 725 الوطني 920 الضغط البيعي واضح الضغط البيعي واضح مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه القانم يسجل 980 رقم قياسي لم يسجله منذ او او تداول قياسي كذلك مشاهدينا الكرام لم يسجلهم منذ الادراج ادرج القانم وذهب الى 966 او 67 بالضبط ومن ثم تراجع الى السعرية متدنيه ولكن في هذه الجلسه مشاهدينا الكرام يسجل مستوى قياسي جديد ب 980 18 فلس في نهايه هذه الجلسه، نلاحظ الضغط البيعي يستمر مشاهدينا الكرام، واستوى 70 مليون في هذه اللحظات ونراقب مشاهدينا الكرام الوطني بيتك حاليا 725 بسبع فلوس تراجعا في هذه اللحظات الاخيره والحاسمه مشاهدينا الكرام من عمر هذه الجلسه، لاحظ اسيا تتراجع بقوه، جريتي كذلك الوطنيه ترتفع، نلاحظ الارتفاعات مشاهدينا الكرام على بعض الشركات. ونلاحظ كذلك الضغط البيعي على بعض الشركات الأخرى للمؤشر حاليا 66 نقطة مشاهدينا الكرام تراجع عن مؤشر سوق الأول. تراجعا فيما نلاحظ مشاهدينا بعض الشركات الاخرى تتراجع يعني بقوه في نهايه هذه الجلسه والملاحظه واضحه مشاهدينا الضغط البيعي مستمر على اكثر من شركه وخاصه الشركات القياديه في نهايه هذه الجلسه نلاحظ الضغط البيعي وين مشاهدينا الكرام على معظم الشركات القياديه دون استثناء دون استثناء الضغط البيعي واضح مشاهدينا الكرام على اكثر من شركه قياديه لذلك قاعد نشوف احنا الوضع العام في هذه الجلسه هي جلسه بيعيه واضحه وجلسه ضغوط بيعيه مستمره على كثير من الشركات وخاصه الشركات القياديه لذلك الوطني حاليا 16 فلس والخليج باربع فلوس، الدولي ثلاث فلوس تراجعا بيتك سبع فلوس ويتعرض لضغط لكن الطلبات افضل من العروض في هذه اللحظات، الطلب افضل من العروض مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات على اكثر من شركه ونلاحظ مشاهدينا الكرام بعض الضغوط البيعيه الحاضره على الشركات الاخرى كالوطني العرض اكثر من الطلب في هذه اللحظه 918 الف الطلب والعرض بالحد الادنى مليون واربعه، بنك الخليج الطلب بالحد الاعلى 268 والعرض 492 وكثير من الشركات القياديه كذلك مشاهدينا الكرام وننهي ننهي هذه الجلسه قبل اغفال المزاد على 70 مليون و383 سيوله وهي سيوله مشاهدينا الكرام اتصفت بالبيع خاصه في النصف الاخير من الجلسه هي الجلسه ذات قسمين قسم شرائي ومن ثم قسم بيعي ولاحظنا ذلك مشاهدينا الكرام من خلال القوه البيعيه الكبيره كبيرة جدا على معظم الشركات القيادية وخاصة بيتك بعد أن انتهى التسجيل خلاص دار تنفيذ وزارة العدل اليوم آخر يوم لذلك يا مشاهدين الكرام بعد انتهاء عملية التسجيل لاحظنا هذا الضغط البيع الكبير جدا على البيتك وكذلك على الوطني وبعض الشركات القيادية الأخرى لكن ممكن بعض الشركات تعدل لكن بعض الشركات لا راح تعزز خسائرها وبعض الشركات ممكن تذهب إلى الاستقرار مع نهاية هذه الجلسة نتابع معكم مشاهدين الكرام نهاية هذه الجلسة وكذلك وضع بعض الشركات قبل الإقفال ونتمنى إن شاء الله أن يكون الوضع أكثر إيجابية وتعدل بعض الشركات للأفضل نلاحظ مشاهدينا في هذه اللحظات نلاحظ يعني أعيان لا أعيان وضعيتها جيدة نوعا ما يعني تقريبا على 43 أو 44 راح تقفل المنطقة الخضراء عقارات الكويت تعرض بالحد الأدنى 103 المباني مشاهدينا الكرام وضعيتها جيدة لما الحين الصناعات الوطنية كذلك سوف تذهب إلى المنطقة الخضراء الصناعات الوطنية الكيبلات كذلك وضعيه افضل بوبيان كمويات يتراجع وراح تستمر في التراجعات اجلتي كذلك مشاهدينا الكرام لكن طلب افضل من العرض الطلب بالحد الاعلى 133000 والعرض بالحد الادنى 83000 زين العرض 485 بالحد الادنى والطلب بالحد الاعلى 374 ونلاحظ مشاهدينا الكرام بقيه الشركات الاخرى هيومن سوفت بمشاهدينا بتراجع 30 فلس والافكو بارتفاع وممكن نكمل ارتفاعه هيومن الافكو الجزيره حاليا ب ارتفاع في السين وضعيته جيدة جي اف اتش كذلك وضعية جيدة جي اف اتش بنك وربا يعني الضغوط البيعيه قليله جدا يعني ما يعني اعتقد انه يذهب الاستقرار او المنطقه الخضراء المتكامله هي الافضل وهي الابرز في هذه الجلسه وهي الافضل وهي الابرز في هذه الجلسه مشاهدينا الكرام قاعد نشوف احنا فعلا بعض النشاط الاخير على نهايه هذه الجلسه ونلاحظ كذلك بعض الشركات القياديه الاخرى التراجعات واضحه لبعض الشركات القياديه الاخرى في السوق الرئيسي لكن التجاري اليوم في المنطقه الخضراء فيما الاهلي يتراجع في السين الخصوصيه والمساكن على تراجع وكذلك دلقان فيما العيد العيد اليوم اخر يوم تاريخ حيازه العيد اليوم اخر يوم تاريخ حيازه اللي ارباح اليوم العيد خمسه نقدي عشرة منها. اليوم هو اخر يوم من تاريخ الحيازه لذلك قاعد اشوف العيد حاليا في المنطقه الخضراء ممكن يستمر في هذه المنطقه مشاهدينا الكرام، كذلك لاحظنا اليوم بعض عمليات المضاربه بدات منذ بدايه الجلسه ولكن سرعان ما تغيرت الى ضغوط بيعيه في منتصف الجلسه يعني منتصف الجلسه كان مغاير عن الجلسه ككل مشاهدينا الكرام، خلينا نلقي الضوء على السوق الرئيسي ونشوف وضعيه هذا السوق مشاهدينا الكرام قبل الدخول في المزاد ونامل التوفيق لجميع المتعاملين ان شاء الله باقفال جيد وإيجابي وهذا ما يتمناه جميع المتعاملين في البورصة إن شاء الله نكمل معكم السوق الرئيسي مشاهدينا ونشوف الوضع العام في نهاية هذه الجلسة ونلاحظ مشاهدينا بعض بعض الشركات الاخرى يعني التجارب مثل ما ذكرنا قبل شوي ايفا ايفا ممكن تتراجع اكثر ايفا العرض اكثر من الطلب الساحل كذلك مشاهدينا الكرام وضعيته ايجابيه الساحل لن يتغير يمكن يذهب الى منطقه خضراء اكثر البيت كذلك بوضعيه افضل البيت راح يعدل وراح يرتفع المنطقه الخضراء هو الحمراء حاليا راح يذهب الى المنطقه الخضراء دشين ال 35 مشاهدينا الكرام اللي دون تغيير خلاص ما راح تغير البيت على التراجع في هذه اللحظات بنصف فلس المركز المالي كذلك بس ذكرنا البيت راح يذهب المنطقة الخضراء المركز المالي فلس وعشر الفلس تراجعا الخليجي الخليجي وضعيته جيده مشاهدين الكلام ما راح يتغير شيء بيان كذلك بايجابيه لن يتغير شيء كامكو لن تتغير بتراجعها 3.1 وطنية الدوليه القابضه فلسين صعودا الديره على تراجع فلس الصفات 105 106 لن تتغير كذلك اكتتاب بعشري الفلس صعودا وكذلك صكوك بعشر الفلس صعودا لكن صكوك ممكن تفقد بعض المكاسب في نهايه هذه الجلسه او تتراجع الى المنطقه الحمراء نور مشاهدين الكرام راح تعدل مسارها وتذهب الى الاستقرار او المنطقه الخضراء كذلك فيما اسيا تتراجع اكثر، اسيا الضغوط البيعيه كبيره جدا تراجعت بقوه اسيا فلسين فاصله ثمانية ممكن تتراجع اكثر اسيا، سوف تتراجع اكثر اسيا في نهايه هذه الجلسه، راسيات مشاهدينا الكرام باستقرار، الكويت للتامين، الخليج التامين المتراجعه 35 فلس، خليج التامين. نلاحظ الاعاده بارتفاع، وربه كذلك تتراجع وربه التأمين تراجع 12 فلس لكن راح تعدل في نهايه المطاف، راح يعدل تعدل, تعدل وربه، المتحده بعشر الفلس، الوطنيه العقاريه كذلك ب 19 الفلس تراجعا، الصالحيه العقاريه بست فلوس، التمديد العقاريه بيرتفع خمس فلوس، اجيال بتراجع، عربيه عقاريه كذلك مشاهدينا الكرام بتراجع لكن ممكن تعدل ممكن ليش لا؟ نشوف انجازات مرتفعه فلسين فاصلة واحد ودخول واضح على انجازات في نهايه هذه الجلسه داولها اليوم 2887، اليوم تداولات قياسيه على كثير بشركات اليوم لاول مره قاعد اشوف شركات قاعد تداول بكميات كبيره جدا مشاهدين لا ننسى ان تداولات اليوم على التجاري صار في تبادل الاولى واعتقد الاولى وقود الوطني كذلك صارت في تبادل في هذه السيوله اليوم ارتفعت بصوره ملفته مشاهدين الكرام نتيجه هذه التبادلات مزايا كذلك بثلاثة اعشار الفلس تراجعا تجاره بارتفاع منشات بتراجع دبي الاولى ومدينه الاعمال في المنطقه الحمراء في منازل في المنطقه الخضراء مراكز بنت الكويت كذلك بارتفاع السكب ثمان فلوس ارتفاعا للسكب الورقية بفلس صعودا وكذلك نلاحظ مشاهدينا الكرام استهلاكية المستقرة في نهاية هذه الجلسة السينما بأربع فلوس التنظيف في المنطقة الخضراء عربي قابضة كذلك راح تتراجع عربي قابضة راح تتراجع صعود فلس راح تتراجع أو تذهب إلى الاستقرار لا تتراجع تتراجع في هذه اللحظات مركز سلطان يغرد عاليا اليوم مركز سلطان يغرد عاليا بسبع فلوس لكن راح يفقد هذه المكاسب راح يفقد هذه المكاسب مشاهدينا الكرام في نهايه هذه الجلسه، الرابطه كذلك بعشري الفلس صعودا والتخصيص ثلاثة اعشار الفلس صعودا فيما المعامل بامتيازات على تراجع التحصيلات بارتفاع ايفا فنادق كذلك بتراجع راح تراجع كبير لايفا فنادق في نهايه الجلسه بأربعة اعشار فلس راح تراجع اكثر تقريبا يمكن تراجع فلس في نهايه المطاف، المشتركه مشاهدينا الكرام بخمس فلوس تراجعا كذلك اسس كذلك اولى وقود فيما حياتكم في المنطقه الخضراء مع مبرد ومنتزهات، التقدم التكنولوجي 23 فلس تراجعا في السوق بيتراجع في فيوتشر كيد كذلك بتراجع والله ما لن يكون هناك تعديل بالعكس راح تزداد بعض خسائر بعض الشركات المواشي على استقرار وكذلك ام القوين المستقره ونلاحظ الابيض المطلوب 90 واضح مشاهدينا الكرام في الاونه الاخيره القابضه المصريه تتراجع بسبع فلوس راح تستمر على هذا التراجع والعرض اكثر من الطلب بالنسبه للقابضه المصريه اس تي سي بست فلوس مشاهدينا الكرام فيما جي تي سي بيدفع فلسين اس تي سي ست فلوس تراجع عن جي تي اس تي سي وراح تعدل ما, ما اعتقد راح تعدل يعني وضعيتها لين الحين ست فلوس لين الحين اللي قاعد اشوفها مشاهدينا الكرام دشينا اللحظات الاخيره دشينا المزاد دشينا المزاد في هذه اللحظات والكل ينتظر ماذا سوف تسفر عنا هذه الجلسة؟ الكل ينتظر ماذا سوف تسفر عنا هذه الجلسة؟ مشاهدينا الكرام وقاعد أشوف أنا الوضع حالي يعني لبعض الشركات سلبي لبعض الشركات سلبي لبعض الشركات مشاهدينا الكرام وأعتقد الكويتية الاستثمار لا وضعية جيدة حاليا ما راح تغير شيء أرزان راح تتراجع أرزان راح تتراجع أرزان اعيان كذلك لا وضعية جيدة المباني ب. اعتقد راح تتراجع التجاريه العقاريه راح تتراجع كذلك نشوف الصناعات الوطنيه لا الصناعات الوطنيه وضعيتها جيده اذا تذهب الى منطقه خضراء الصناعات الوطنيه زين هي خمسين و عشر تراجع سبع فلوس راح تتراجع اكثر مشاهدينا الكرام فيما الاف كوب بفلسين ارتفاعا والجزيره فلسين بنقربه فلس صعودا ونلاحظ المتكامله ثمان فلوس الكرام متكامله وضعيتها ممتازه حاليا شمال الزور كذلك بوضعيه جيده 82 على استقرار والغانم ممكن يرتفع أكثر، لا العرض صار في عرض 5000 الغانم بالحد الأدنى مطلوب 1121 على دينار و25، ونلاحظ بعض الشركات ممكن تتغير يتغير فيها الحال مشاهدينا الكرام والوضع العام كذلك ها ها هي الإخفالات ها هي الإخفالات مشاهدينا الكرام والغانم بوضعية جيدة وكذلك نلاحظ بعض الشركات قلصت كثير من الشركات خسائرها لذلك المؤشر عدل المؤشر عدل المشاهدين الكرام بصوره واضحه 57 نقطه تراجع للسوق الاول و19 نقطه للسوق الرئيسي والسوق العام 46 نقطه وبسيوله 74 مليون و750 لاحظ مشاهدينا الكرام بعض الشركات فعلا عدل في نهايه المطاف واضح بان الرؤيه مشاهدينا الكرام سلبية لشركات كثيرة جدا ولكن بعض الشركات خلصت خسائرها في نهاية هذه المطاف وخاصة الشركات القيادية نلاحظ مشاهدينا يعني بيتك خلص كثيرا من خسائر صار 4 فلوس الوطني 15 فلس الوضع العام مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا هي تراجعات واضحة لجميع الشركات القيادية لذلك نأمل بالأفضل دائما لسوقنا إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله جلسة الغد جلسة ختام الأسبوع أن تكون أفضل كل الشكر لك راد وكل الشكر لمشاهدينا الكرام يعطيك العافيه ابو عبد الله كل الشكر لك كذا مشاهدي الكرام تابعنا معكم ختام تداولاتنا على هذه الجلسه وكذلك ايضا هذه التراجعات التي انطلقت منذ جرس افتتاح الجلسه وكانت التراجعات والسيوله البيعيه واضحه منذ بدايه هذه الجلسه واستمرت وان كان هناك تقليص لبعض الخسائر وكذلك ايضا التراجعات لا سيما ايضا من قطاع المصارف الا ان المؤشرات ما زالت وانتهت في اغلاقات اليوم في منطقه حمراء السيوله 32 مليون من هذه السيوله الكبيره هي لتداولات سهم بيتك وبعد ذلك ايضا الوطني ب 7 مليون وبنك بوبيان 3 مليون او مليونين و الف اذا التداولات اغلبها والسيوله اغلبها على الشركات القياديه في قطاع المصارف التراجعات مستمره بعد التسهيل خاصة على بيتك أيضا عادت مرة أخرى ربما يكون هناك أيضا استقرار على حال يعني سلوك السهم في الايام الماضيه وكيف كان ايضا في النصف الاول من هذا العام في يعني في تراجعات مستمره راينا ايضا خسر اكثر من مستوى قد حقق في السنه الماضيه لكن نتابع ان شاء الله باذن الله يعني الاربعه القادمه من هذا العام ونتابع ان شاء الله ايضا مسار الشركات القياديه لا سيما قطاع المصارف والذي يقود التداولات بشكل واضح ويقود ايضا باقي الشركات ويؤثر تاثيرا واضحا ومباشرا على مؤشرات السوق والشركات المضاربيه في السوق الرئيسي. اذا مشاهدينا الكرام نتابع ان شاء الله معكم ايضا تفاصيل ونقرا تفاصيل هذه الجلسه. وهذه السيولة ومحافظتنا على مستويات هذه السيولة العالية من خلال المستشار الاقتصادي الأستاذ علي العنزي من استديوهاتنا في بورصة الكويت حياك الأستاذ علي يا هلا ومرحبا فيك رحب فيك أخوي رائد وسعد المشاهدين الكرام يا هلا ومرحبا حياك الأستاذ علي التراجعات مستمرة سواء كان ايضا انتهينا من موضوع التسهيل على بيتك ام غيره لكن ايضا نجد ان السيوله الجزء الاكبر منها على قطاع المصارف واضح في هذه الجلسات جلسات هذه المرحله تعليقك. حقيقه اليوم تراجعات قد تكون مقبوله يعني على عكس التراجعات السابقه كان السوق على ارتفاع من يوم الخميس الماضي ايضا جلستي السبت الاحد والاثنين واليوم في بدايه الجلسه اذا عمليات جني ارباح قد تكون يعني منطقية على ارتفاع الأسعار من مستويات حقيقة متدنية جدا رأينا بيتك في في مستويات 700 فلس والوطني كسر كان قبل ذلك 920 فلس أيضا زين حوالي 500 فلس يعني مجموعة من الأسهم القيادية كانت على الحدود النفسية وارتدت هذه الأسهم خلال فترة ثلاث أربع جلسات الماضية، بالتالي اليوم شهد شهدنا عمليات جني الأرباح خصوصاً أن قريبون من نهاية الأسبوع، وبعد أن حققنا خلال فقط جلستين الماضيتين 2%، اليوم تقريباً تراجع بسبع أشار النقطة المئوية، إذاً حقيقة منطقي أن تكون هناك تراجعات، السيول ارتفعت بسبب يعني حقيقة الارتفاع الكبير في تداولات أو التذبذب الكبير في الاسعار تذبذبت خصوصا بيتك التجاري لدينا اليوم ايضا 9 مليون دينار ايضا بوبيان والوطني ايضا كان حاله من التذبذب وايضا عمليات الضغوط بالتالي انتهينا الى هذا اللون الاحمر هناك مبالغه في النهايه ايضا بالبيع لا شك ولكن كجلسه حمراء من الممكن ان تكون منطقيه بعد ارتفاعات كبيره في بدايه الاسبوع نعم احنا دائما نرى ان السيوله تذهب يعني بشكل عام اكثر خمس شركات من حيث السيوله نجد ايضا الوطني، بوبيان، بيتك، هذا منطقي ويعني مشاهد في اكثر من جلسه، لكن قليل ان نرى اكثر تراجعا مثلا ياتي الوطني وبوبيان مثل ما حصل في جلسه اليوم. من ضمن اكثر خمس خمس شركات تراجعا في هذه يعني في هذه التراجعات وايضا وسط هذه السيوله. تعليقك على التراجعات في بنك وطني رغم ايضا ان سهم بيتك اكثر تداول لكن ايضا قلص ايضا في اللحظات الاخيره. بيتك في حاله خاصه، حاله بيع كميه كبيره من الاسهم وقد يكون هناك الكثير ينتظر مثل هذه الكميات لبناء مراكز في هذه الاسعار الحاليه بالتالي كانت عمليات شراء خلال جلستي الاحد والاثنين واليوم اكمل الشراء وانتهت عمليه التنفيذ الوطني حقيقه خلال الفتره الماضيه نجد انه يعني محدود التاثر بالمتغيرات العالميه راينا ارتفاعات الاسواق العالميه وكان ايضا في جلسه من الاسبوع الماضي كان على تراجع رغم ان الجميع كان على ارتفاع كان متراجع وايضا كسر مستوى 920 فلس خلال نهايه الاسبوع الماضي يوم الخميس واقفل على 917 فلس لاول مره وهو ادنى اقفال له خلال هذا العام فبالتالي هناك لا شك ضغوطات بيع على على الوطني بوبيان افضل حالا ارتد من مستويات ال500 وتقريبا 84 فلس وحقق ارتفاعات كبيرة بالتالي عندما نرى تراجعات لبوبيان أو عمليات ضغوط وبيع لا شك أن دخول كثير من من المضاربين الآن ومع تحقيق هذه النسب الكبيرة بالارتفاع إذن تكون عمليات أيضا جني أرباح على هذه المستويات إجمالا الوطني نجد أن تداولاته في معظم الأوقات تكون العروض محدودة ولكن يتحرك مع تحرك السوق تبدأ العروض تزيد تبدأ التداولات تزيد تدريجيا بعكس بيتك الذي يبدا بنشاط كبير جدا ويستمر بذات الفوره لكن الوطني في بعض فترات او جلسات فترات الجلسه نجد هناك هدوء نجد ايضا كميات الطلب محدوده وكميات العرض محدوده بالتالي هو معرض لمثل هذه الذبذبه الحاده في السعر. ممتاز يعني خانه التراجعات الحاده ليست مقتصره علي قطاع المصارف اليوم ايضا في قطاع الاتصالات زين اليوم رايناها ايضا اكثر حده في التراجعات من الجلسات الماضيه تعليقك علي زين رغم البيانات الماليه الايجابيه زين ارتفع ارتفاع كبير جدا من مستوى ال500 فلس الى ال500 وتقريبا 24 او 25 فلس وهذا الارتفاع يعادل تقريبا 4% او 5% بالتالي عمليات جني الارباح مستمره على زين وكذلك دائما ما تكون طلبات زين طلبات الشراء اقل بكثير من عروض البيع فنجد ان عمليات الضغط على السهم اسهل كثيرا من اسهم كبيره، حال مشابه تقريبا الى الوطني، الوطني نجد ان الشراء راسي وشراء الكميات بطريقه راسيه ولكن عند التراجع لا نجد كميات طلب وكذلك زين، لذلك راينا اليوم التراجع زين بسبع فلوس عمليات جني ارباح وضغط لازلنا في بدايه الصيف قد نستقرق فتره اطول لعمليات بناء المراكز من المعلوم ان عمليات بناء المراكز لا تتم عن يوم وليله عمليات او النقد او الكاش الموجود في الصناديق كبير من خلال ايضا بيانات الصناديق الشهريه بالتالي بما انها اموال كبيره ايضا تحتاج وقت طويل وضغط ايضا اكبر لعمليات بناء المراكز قد يكون على هذه الاسعار او اقل بقليل او حتى اكبر بهذه الاسعار ان لم تجد احد من البائعين عند هذه المستويات. واضح يعطيك العافيه وكل الشكر لك إن شاء الله اقتصادي يعني الأستاذ علي العنزي كنت معنا من استديوهاتنا في بورصة الكويت شكرا جزيلا لك وكذلك أيضا شكرا لكم مشاهدي ومتابعي برنامج المؤشر يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله في تداولات الغد ونتابع أيضا مصير هذه التراجعات في الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع دمتم بكل خير وإلى اللقاء